وخلال اتصال هاتفي بنشرة سابقة، قال الكاتب السعودي عبد الرحمن الطريري إن منظمة التجارة العالمية تؤكد بأن الإجراءات السعودية ضد قطر مبررة لحماية أمنها القومي. المزاعم القطرية كلها التي بدأت مع انطلاق مقاطعة الرباعية غير دقيقة، نذكر كيف كان هناك النشاط الدبلوماسي من قبل مسؤولين قطريين في محاولة تغيير آراء بعض العواصم الغربية، ثم تلا ذلك الشكاوي المتعددة على عديد المنظمات، والحقيقة كلها رفضت لا تستند إلى حقائق، وكانت الوثائق التي قدمتها الدول الرباعية والسعودية تحديدا عن ممارسات قطر في المنطقة ومحاولة دعم الجماعات الإرهابية وزعزعة أمن الدول كانت كلها دقيقة.